متى تبدأ الاستعدادات الفعلية للزيارة؟ كم يوم قبل الزيارة مثلا تبدأون بالعمل والتحضيرات ونقل المستلزمات الطبية واختيار الأماكن وغيرها؟ احنا بداية قبل يجي محرم يعني ذو الحجة، بداية 15 ذو الحجة تم الاستعدادات 1 محرم والعاشر من محرم. نعم. كل الاستعدادات كانت متوفرة وفرت الوزارة، بالإضافة كان تنسيق عالي بجميع دوائر الصحة، تم الاجتماع والتنسيق بخصوص توفير وشون المطلوب احتياجات اللي يريدوها الدوائر، شنو عندهم نقصات، تم توفيرها من قبل الوزارة. كان استعداد كلش عالي وتوفرت من سيابية ومرونة كلش يعني هاي السنة، يعني كان موجود المفارز كثرة، تم إعداد عندنا مسعفين زجناهم داخل العتبتين المقدستين بيحملون كل المواد الطبية اللي يحتاجه. شنو الخدمات اللي تقدمها هذه المفارز؟ عندكم اليوم الاستعداد للتعامل مع حالات طارئه، حالات صعبه، لو تقتصر فقط على توزيع الدواء؟ لا، احنا بالنسبه للمسعفين اللي داخلين كلهم دورات، اذا حالات يا ستار عنده قلب يصير عنده شو اسمه، عندنا دائما يحملون جهاز دي سي شوك، هو هذا الاي اي دي، دي سي شوك الاي اي دي، هذا يحملوه اذا كان عنده اصابه قلب او خاصه الانسان الكبار بالعمر، عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم يصير اعياء، اجهاد، كل هاي موجوده. المسعف متمكن من يقوم بالاسعافات الاوليه ويخليه. عنده الامكانيه بالاخلاء والاسعافات اللي يستطيع ان يخليه. اما في الحالات الصعبه اللي تحتاج الى نقل الى المستشفى، عندنا اسعافات موجوده برا، هم ينقلوه، هذول المسعفين ينقلوه، بالاضافه اكو متطوعين موجودين عندنا ينقلوه الى الاسعافات وينقلوه الى المستشفى.